السلام عليكم. نظرا للتحديثات التي قامت بها اليوتيوب وذلك بإضافة هذه زر الجرس، ندعوكم جميعا أحبابي بتفعيل زر الجرس في الهاتف أو الحاسوب، وهذا كله من أجل التوصل بجديد القناة فور نشره. والسلام عليكم. غادي اليوم نتكلموا معكم على مشاكل الجهاز الهضمي، الناس اللي عندهم مشكل جلب ومزوي، الناس اللي عندهم الحرقه، الناس اللي كيكون اللي عندهم عسر الهضم. كيفاش غادي ان شاء الله تستعدوا لشهر رمضان، لشهر الصيام اللي كنعرفوا على انه العادات الغذائيه فيه والاوقات ديال الوجبات كتبدل، وايضا عمليه الصيام اللي ساعات طويله في اليوم، كيفاش اذا الوقايه خير من العلاج، وكيفاش حنا كنخمموا معكم قبل ما يدخل رمضان لاشنو خاصكم ديروا باش تصوموا وباش تأديوا الفريضة ديالكم على أحسن وجه، بوصفات بنصائح مضمونة دائما وآمنة. والجديد اليوم تابعوه معنا في حديث أم غزل دكتور عماد، حنايا كنخمموا في الناس قبل ما يدخل شهر رمضان ويبداو الناس كيتشكاو من المشاكل ديال الجهاز الهضمي، حنا غنقول لهم على تيساه ثلاثة سيمانات قبل شنو خاصهم يبداو يديروا من دابا. أكيد، فأول حاجة أننا نعاونوا الدس ديالنا تولي كتنقص شوية من الكمية ديال الأكل اللي كناكلو، يعني الكمية ديال الماكلة ديالنا من الأحسن أننا نقصوها بالنص. علاش؟ لأن ملي كيدخل الشهر المبارك كيولي واحد العملية ديال الهضم اللي تعودت على الحياة اليومية، يعني دابا عندها الأوقات ديالها. أكيد، يعني في ديك الفترة اللي كيجي فيها الجوع كيولي كيتفرز لنا داك الأسيد الحمض، وهذا الحمض هذا شنو هو المشكل ديالو؟ انه ملي كيتفرز لينا في المعده ديالنا والمعده ديالنا خاويه، فكيبقى كياكل لينا من هذاك الغشاء اللي كيكون ديال المعده، وهكا كنولي كتظهر ديك الحرقه، كتظهر ديك الحموضه. فباش نتجنبوا هذا المشكل هذا كنحاولوا نقصوا من الكميه ديال الاكل ديالنا قبل هذا الشهر المبارك. حنا دابا في شعبان، اذا اول خطوه نقص كميه الاكل، نقص كميه الاكل خلال الوجبات المعتاده. اكيد. ثانيا نحاولوا نشربوا الماء ما امكن، لان الماء كل ما شربنا الماء بزاف كل ما كنعاونوا التفاعلات اللي كتكون عندنا في الدس ديالنا انها كتخدم بطريقه طبيعيه. والماء شنو هو الدور ديالو؟ انه كيهرس الحموضه، اذا الحموضه اللي كتكون عندنا في الدس ديالنا كيحيدها وكيتخلص منها. فالماء نحاولوا نكثروا من الكميات ديال الماء، اذا حتى الا كنا مثلا كنقدروا على لتر ونص حتى جوج لترون فما فيها باس اننا نزيد واحد نص لتر اخر باش نوجدوا راسنا لهذا الشهر المبارك. هذه من جهه. من جهه اخرى استعمال واحد الوصفه طبيعيه اللي غادي نستعملوا فيها مواد. شنو هو الدور ديال هذه المواد؟ كتخلي القنوات اللي كيفرزوا لنا هذا الحمض هذا، وكتخلي الجهاز الهضمي ديالنا كيرجع ليه التوازن ديالو، انه كيبقى ايكيليبغي يعني متوازن. فالوصفات اللي كناخذوا فيها الزعتر اللي كيتعتبر من المواد الاساسيه في علاج هذه المشاكل ديال الجهاز الهضمي، وغادي ناخذوا البابونج لاكامازولا، الماده اللي فيه ماده اللي كتريح المعده ديالنا وكتريح الجهاز الهضمي ديالنا وكتخليه كيخدم بطريقه طبيعيه. الطريقه ديال الاستعمال ديالهم كناخذوا معلقه صغيره من الزعتر ومعلقه صغيره من البابونج، اللي كنخويو عليهم كاس صغير ديال الماء مغلى، كنخليوه حتى كيطلق وكنشربوه نص ساعة بعد الفطور وكنداوموا عليه حتى كيقرب رمضان ان شاء الله. وحنا اليوم فكرنا نقدموا لكم وصفة جديدة اللي هي واحد الرايب. علاش؟ لانه الحليب والمشتقات الحليب كيولي من المنتوجات والاكلات اللي مطلوبه كثير خلال شهر رمضان، فمن دابا غادي تبداو توجدوا واحد الرايب بالاعشاب اللي غادي يريح الجهاز الهضمي ديالكم. عزيزه بدايه من طنجه، مرحبا بك على راديو اصوات. عزيزه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عزيزه انا كيف حالك؟ لاباس الحمد لله. مرحبا بك معنا في حديث مغزل على اصوات. بخير الحمد لله. تفضل، شنو سؤالك للدكتور عماد؟ عزيزه عندي مشكل ديال انني ملي كنكون صايمه كنبقى نتقرع بزاف، بالاخص في 10 ايام الاولى رمضان. نعم. وعندي مشكل اخر خارج موضوع العلاج على خاطركم، عندي بنتي شعرها كيتفسخ لها بزاف وشاحت بزاف. واخا غادي نجاوبوك على هاد الاسئله، خليك معنا في الاستماع. غادي ناخذ اسماء من فاس. اهلا بك اسماء. نور في سناء. مرحبا بك. عاش مبروكه. شكرا لينا وعليك ان شاء الله بالصحه والسلامه.
انا فرحانه ومكافنيش الوقت. مرحبا، حيت درت اليوم معاكم، بارك الله فيك. اعتبرنا خوتك وحنا في الخدمه. شنو سؤالك دكتور عماد؟ درتك اختي سنه، كنبغيكم لوجه الله. نحن كذلك اخويا عماد، الله يعطيك السر. انا ملي كنت في المراهقه كنت صابت اكتئاب، مشيت عند الدكتور كان وصف ليا واحد فاتيح الشهيه. المهم خديت واحد المده طويله، الساعه اللي باش زعما بقى ناكل ونزيد في الوزن، الساعه اللي زدت دار لي غير المحيط ديال المعده. دابا فاش نبغي نقص من الماكله اولا شي حاجه تنضعف غير من يعني من الجهه لتحت. غير المحيط، المحيط ديال المعده واش من الفوق ولا من تحت؟ كل شيء يعني من المعده الكرش، كل شيء انتفاخ عندي دائما. انتفاخ اللي يقدر يكون لي غاز، يقدر يكون انتفاخ الجراء ديال لي غاز، انه يكون عندك الغاز هو اللي نافخ لك الدس ديالك. ملي كديري واحد الريجيم ولا واحد الحميه كينقص هذا الغاز هذا، وكيرجع الوزن ديالك يعني كيرجع الحجم ديالك للحاله الطبيعيه. اذا هذا الشيء خاصك تشوفيه مع الطبيب. الله يسهل امرك اخويا عماد. دابا ديك الوصفه اللي عطيتنا الزياده في بعض المناطق، يعني واخا ندير ريجيم واش عندها شي افاده؟ يعني الا بغيت ندير ريجيم ودرت ديال ديك الزيوت ديال بذور العنب نعم زيت بذور العنب، اي زعما واخا ندير ريجيم يعطوني شي من ساعه. ماشي مشكل، ماشي مشكل. واش دابا اسماء بغيتي تنقصي في الوزن ولا تزيدي في الوزن؟ انا تنضعف واخا ندير ريجيم تنضعف، يعني من الجهه التحتانيه بغيتي يعني نزيد في الفوق تنبقى عامره. يعني بغيتي نصائح باش يولي عندك انسجام او توازن في الجسم ديالك. واخا احنا غادي نجاوبوك على هذا السؤال. اسماء مرحبا، مرحبا، تحياتك الله. دكتوره ديال الاطفال، ما كنكونش في الموضوع كنعيط كيهزيو على الخط. تفضل وناخذوا سؤالك نزهه. عافاك الله يخليك، كان عندي مشكل راجل المعده، كلنا عارفين ما كيكبت ناكل الماكله عاديه ومشي نورمال، بحق عنده مشكل في المعده. كيقول لي معدتي ما كتطلعش ديك الدقريعه، دائما عنده مشكل في المعده. كيتخنق، فين كتخنق من المعده كيبقى قلبو كيزح كيزح وكينوض يجلس وعاود ياخذ والو، ما عنده مشكل في المعده والحرقات المعده. واخا الراجل ديالك، الراجل ديالك كيدخن كيكمي؟ لا ما كيكمي ما حتى حاجه، ما كيشرب قهوه كحله، ما كيكمي ما حتى حاجه، عنده مشكل. مي كياكل كيشرب؟ مي كياكل كيشرب الماء مع الماكله؟ هو لا ما كيشربش الماء مع الماكله، وما كيشربش الماء بزاف، بالحق عنده مشكل ديال الدقه، كيدير ديك الرشاشه الصفراء والزرقاء. اييه هادشي اللي هذا هو الدواء اللي كياخذ، عنده غير الرشاشه الزرقاء. واخا الطبيب ما عطاش واحد النوع ديال واحد الطريقه ديال الاكل بالنسبه للدقه، لان في الدقه ملي كيكون الانسان عنده الدقه الطريقه ديال الاكل ديالو ما كيكونش بحال الانسان اللي عادي، انك كياكل شويه ما كيخليش دائما المعده ديالو تعمر، ديك الماكله ديالو كيقسمها على النار، لان الا خلى المعده ديالو كتعمر كيولي عندنا هنايا مشكل ديال ضيق التنفس، ان هذوك الشعب داك الشعب الهوائيه اللي كتكون اصلا مخنوقه، ملي كنزيدوا نكثروا عليها الماكله والانسان ما كيقدرش داك الجهاز الهضمي ديالو، يعني علاش بحال كنعييو داك الجهاز الهضمي، وهذا كياثر لنا على الجهاز التنفسي ديالنا. اذا الناس اللي عندهم الضيقه ضروري الماكله ديالهم ياكلوا يقسموها، ماشي يجلسوا بالجوع ولكن يقسموها. هو كيفاش كيفطر مع 7 الصباح وكيتغدى 4 و 5؟ دابا غير فهميني شنو بغيت نقول لك اختي، فهميني السؤال. ولكن واحد النقطة هنا كتقول لنا مهمة، أنه كيبقى ساعات طويلة في اليوم بلا ما ياكل. أكيد فهذه غتأثر عليه، غير هي دابا قال لك ملي كياكل كيتخنق وعنده عسر الهضم، أن الهضم أنها الماكلة ديالو ما كتهضمش. إذن هذا هو السبب، لأن قلنا دوك العروق ديالو كيكونوا مبوشين، ما كيكونش عنده التنفس كامل، وما كيكونش الاكسجين كيدور كامل في الذات. وما تنساوش بان راه حتى في الاكل كتركز الدوره الدمويه في الجهاز الهضمي ديالنا. شنو العلاقه ما بين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي؟ اكيد فهي كاينه علاقه بيناتهم، لان القصبه الهوائيه لاصقه مع بعضياتها. يعني راه حنا كنقولوا، حنا الوليدات الصغار كنقولوا الا كانوا كيلعبوا بشي حاجه عندك تمشي تدوز ليه مع يعني مع الجهاز التنفسي ديالو، لان عندنا بحال شكل واحد الفالف، يعني عندنا بحال واحد الصمام اللي كيدوز التنفس وكيدوز الاكل. اذا وهذه هي العلاقه بيناتهم، ان الانسان اذا كثر الماكله بحال كيبرك على الجهاز التنفسي ديالو، كيولي ضيق في التنفس، هذه من جهه. من جهه اخرى ملي كناكلو وكنكثروا الماكله بزاف كنخليو الدوره الدمويه خاصها تركز اكثر في الجهاز الهضمي ديالنا، يعني كتمشي للجهه ديال الكرش وكيهبط الاكسجين من الدم. اذا
اي حاجه كتهبط لينا الاكسجين من الذات كتخلي الاختناق عند الناس ديال الضيقه. اذا النصيحه انه ياكل خمسه اربعه الى خمسه الوجبات في اليوم تكون خفيفه واكيد تكون ناقصه الدسم، يعني ما تكونش نهائيا ميدوما نزهه وما يكون باس عند الزوج ديالك. هذه الوصفه اللي غنعطيو اليوم والنصائح غادي تساعدوا ان شاء الله على الاستعداد لشهر رمضان. اكيد فغادي نعطيو وصفه ان شاء الله للشرب وغادي نعطيو الريب ان شاء الله ديال رمضان الحصري. معنا فاطمة الزهراء من الصويره، صباح النور. صباح الخير لاله، اهلا بك على راديو اصوات في برنامج حديث ومغزل. عندك سؤال على المعده، تفضلي فاطمة الزهراء. اختي دابا ديالي عنده طونسيون. الاب ديالك وفاش كيشرب خصو ضروري يشرب اتاي باش يتقاد ليه الطونسيون. ايه فاش كيشرب اتاي كتجي حلقه المعده بزاف. واخا نتفاهمو نتفاهمو، الطونسيون طالع ولا هابط؟ هابط هابط مزيان بزاف. وعندي واحد المشكل. ايه عندو المشكل فاش كنكون كياكل بحال بحال كيحبس لي التنفس، ما عرفتش شنو المشكل. واخا قولي لي داك اتاي، انا بغيت نعرف داك اتاي اللي كيشرب الوالد شنو فيه؟ كيفاش كتصايبوا ليه؟ اتاي عادي، اما كنديرو اما اتاي اما بالزعتر ولا بالازياء. ايوا الزعتر والازياء كي كديروا ليه؟ كطبخوه معاه ولا حتى كيطيب اتاي عاد كديروهم؟ فاحسن حاجه بعد الاتاي باش تفهموا خصكم تنقصوا عليه العافيه، تنقص. انا غادي نذكروا الطريقه الصحراويه المغربيه في الطهي ديال الاتاي. يعني الاتاي الا بغينا نستافدوا من المنافع ديالو ضروري نقصوا عليه العافيه، لان شنو فيه؟ دوك لي طانين، واحد المواد كتسمى لي طانين. هاد المواد كل ما عطيناهم درجه الحراره مرتفعه كل ما كيزيدوا يتفرزوا اكثر وكل ما كنستافدوا. وهذوك لي طانين هما داك البلسم، ديك الماده اللي كتبرد لينا ديك الحرقه وكتلصق لينا على المعده ديالنا وكتحمي لينا المعده ديالنا. داكشي باش كتسمع ان الناسنا القدام كيقول لك اتاي راه مزيان المعده، ولكن بهذه الطريقه هذه انك تعطيوه العافيه مزيان يتحرق، عفوا يطيب مزيان، وعاد من بعد ما يتحرقش يطيب مزيان فعافيه قليله، وعاد من بعد كنزيدوا عليه ديك المعلقه صغيره ديال الزعتر ولا كنزيدوا عليه واحد جوج عريشات ديال الزعتر، يعني اي ماده طبيعيه حتى كيطيب مزيان عاد كتزيدوا عليه وكون على يقين بان غيستافد منه الوالد. واش كديروا النعناع ولا لا فاطمة الزهراء؟ مره مره ماشي دائما، النعناع ما كنستعملوش بزاف. عرفتي علاش كنسولك؟ لانه الكثير من الاختصاصيين في الجهاز الهضمي كيمنعوا النعناع على الناس اللي كتكون عندهم هاد الغرف الغاستريك او هاد الحموضه الافرازات الحمضيه او هاد الحرقه. دكتور عماد، بما انك مختص في العلاج وتذويب الاعشاب، دكتور الصيدله، غادي نسولك على النعناع لانه الكثير من الجمعيات ديال وقايه المستهلك اللي بشكل منتظم كتثير الاهتمام وكتدق ناقوس الخطر على المبيدات اللي كتقدر تستعمل من طرف الناس اللي كيكونوا كيفلحوا او كيزرعوا هذا النعناع اللي قامه واللي كتكون مضره كثير بالصحه واولها الجهاز الهضمي. اكيد فدائما كنقول ان النبته هي مصنع صغير، اذا هذيك النبته اي حاجه كتكون عندها ومني كتهزي المكونات الاوليه ديالها من التربه. اذا التربه ملي كتهز منها هذه المواد شنو اللي صعيب في النباتات؟ انها كتعاود تخدمها، كتعاود تدخلها في التركيبه ديالها. اذا الا خدات اسمده، والخطير انها خدات مواد مشعه، لان ردوا البال راه واحد المساله خطيره خصنا نشيروا ليها، اللي هي المواد اللي كتستعمل في المستشفيات، يعني لي سورانغ ديال البيرفيزيون، هادو كلها مواد الا ما تغطاتش او ما تخلصناش منها بواحد الطريقه سليمه كتولي مواد مشعه. اذا تصور كاين مثلا النعناع كتلقاهم في بعض المناطق اللي كيكونوا فيهم هاد المواد هادي، فمباشره انه كياخذ هاد الماده وكيخليها عنده، فولو نغسلوها. شنو هي المواد المشعه؟ اسمح لي انا ما تبعتش. اكيد شنو هي المواد المشعه اللي كتكون قريبه للنعناع؟ المواد مثلا ارض كتكون فيها مثلا واحد لوبيتال اللي ما كيتخلصوش من هذوك داك لي سورانغ، داك المواد اللي كيتستعملوا في المستشفيات، لان هذا الامر هذا شفتوا في بعض المناطق وكتكون في اراضي فلاحيه، يعني كتكون دوك المستشفيات اللي كيكونوا بعاد وكيلوحوا هذا الشيء ما كيتخلصوش منهم بطريقه صحيه. واخا اذا هذا الشيء كيمشي للارض، هذا الشيء احنا عطيناه كمثال على الاسمده. اذا كاين هاد المواد هذه، كاين الماء ديالنا اللي كيتلوث، اذا كان الماء ملوث غير حدا تما مثلا، بحال كاين الناس كيمشيو كياخذوها من 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 الصرف الصحي، يعني من 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 الواد الحار، كاينين مناطق اللي كياخذوا منهم هاد النعناع هذا. فاللي بغيت نقول ان النبته راه ماشي اننا كنغسلوها على برا، راه شنو عندها لداخل، انها ملي كتاخذ هاد المواد السامه كتعاود
تقادهم عندها هي وكتحتفظ بهم. نعم. يعني النبته واخا كنغسلوها كيبقاو هاد المواد في الداخل ديالها. واخا واش كتاكد انه النعناع دكتور عماد الناس اللي عندهم الحرقه والافرازات الحمضيه ما يستهلكوش؟ طريقه الاستعمال، اذا انا نقول لك علاش، لان كاين النعناع شنو فيه؟ فيه المنتول. المنتول اش كيدير؟ كيوسع لينا الفم ديال المعده. هادشي اللي كاين. كما قلنا تخيلوا معايا واحد النفاخه عمرناها بالماء وبركنا عليها وحلينا لها داك الفم ديالها، اذا داك الماء كيتكب هكا كيولي الحموضه. بغيتوا تاخذوا اتاي عفوا بغيتوا تاخذوا النعناع غادي تاخذوه ساعه قبل الاكل ولا ساعه مورا الاكل. ونعرفوا المصدر ملي غناخذوا هذا النعناع. اذا راه كاينين البلايص اللي باقي فيهم اللي عندهم الحرقه، واش اتاي حبوباتي خاصها تطبخ مزيان ولا تكون خفيفه؟ حبوباتي باش تنقص الحرقه. انا كنفضل اتاي تطبخ للجميع، سواء اللي كيعاني من الحرقه واللي ما كيعانيش، لان كل ما تطبخ اتاي كل ما كيعطينا المواد ديالو، ولكن عافيه قليله ماشي مجهده. واش فعلا اتاي الشاي الاخضر منصوح للناس اللي عندهم لا طونسيون كتنزل؟ الشاي الاخضر الضغط الدموي، الشاي الاخضر لان توا فيه الكافيين بحالو بحال القهوه، انه يمكننا ناخذوه كرافع للضغط. نعم. وانه نضيف له اعشاب مناسبه مثلا الزعتر او السلميه او الازير، ما خصهمش يتطبخوا، يعني حتى كتشحر البراد ديال اتاي حبوباتي عاد كتضيف هذه الاعشاب المناسبه في الاخير. غادي نشوفوا عائشه معنا من الرشيديه، عندها سؤال على الحموضه والغازات اللي كتعاني منها. مرحبا بك على راديو اصوات عائشه. اهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تحيه للناس الرشيديه. الله يجازيك بخير اختي، الله يكرمك. بغيت غير فك نهضر مع الدكتور عماد، الله يجازيك بخير. مرحبا مرحبا، احنا في الاستماع. احنا معك. عافاك دكتور، عندي الحموضه في المعده وعندي عسر الهضم وعندي المصرانه في لي غاز بزاف، بحيث كان شي مرات كنسمع المصران الداخل كي بحال كيتكلم. واخا شحال هو عندك هذا المشكل هذا؟ دكتور عندي راه شحال من عن هذه الحموضه وهذه الحموضه ديال المعده والمصران عندي، راه شفتي الطبيب؟ تعييت بالدوايات، لا الطبيب ولا كل شيء. نعم، واخا عيتي بالدوايات اختي نسولك، ولكن الطبيب كيقول لك انك خصك تنقصي بعض المواد في الماكله ديالك، واش كتنقصيهم ولا كتاكلي الماكله العاديه ديالك؟ لا كنقصهم دكتور، كيقول لي ما تاكليش الحار، ما تاكليش الحامض، ما تاكليش كاع داكشي اللي كيقول لي كنقص. حدي كنكمل الدواء الطبيب وهذا كنولي لاباس، عاوتاني حيت هذا كنولي كيف كنت. نعم اختي، واخا خليك في الاستماع ان شاء الله، راه غادي نعطي وصفه في الاخر ديال الحلقه وغتفيدك بها. غادي ناخذ سؤال اخير في الحصه ديالنا اليوم، منى معنا من الدار البيضاء، مرحبا بك على راديو اصوات. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نحييك ونحيي الدكتور ايمان. مرحبا. بخصوص الجهاز الهضمي، عافاك بغيت نسول الدكتور ايمان، حيت كنتكلم على واحد الماده ديال الكلوروفيل وقال شي جوج اسابيع في الاذاعه. نعم. وبغيت انا خديتها، يلا خديتها دابا من لا فارماسي، كنت خارج المغرب وخديتها من تما، وبغيت زعما باش نتفاهموا باش نوضحوا واحد المساله. لا كلوروفيل اللي هضرت عليها في النباتات، ما هضرتش على شي ماده اللي غناخذوها من الصيدليات. باش نوضحوا يعني للاخوات، ماشي غناخذوها ولا ما ناخذوهاش، غير باش ما نسوقوش بعض الماركات التجاريه. اذا الكلوروفيل كماده، حنا هضرنا كماده الكلوروفيل اللي ماده مفيده، يمكن لك تلقايها قلنا في ليزيبيناغ، تلقايها في البقوله، تلقايها في اي ماده عندك في البيت وفي الدار ديالك. ماده خضراء. هي دابا خداتها على شكل حبوب، شنو السؤال؟ على شكل حبوب يعني طريقه الاستعمال ديالها غتلقايها الصيدلي هو اللي غيفيدك اكثر، لان كل مكمل غذائي عنده طريقة الاستعمال ديالو، الطريقة كيفاش كناخذو. إذا الأقرب للجواب هو الصيدلي، إن شاء الله غيعطيك الفائدة لهذا السؤال هذا. واخا صافي. بالنسبة للمعدة علاش بغيتي تستعمليها؟ على ود زعما النقصان ديال الوزن يكون بطريقة أسرع يعني. واش هذه المعلومة صحيحة؟ الكلوروفيل كتساعد على حرق الدهون دكتور عماد؟ فأصلا طريقة نقص الوزن السريع راه تبارك الله، راه حتى الدكتوره الاخت الدكتوره سامي العناني راه كتشاطرني الراي. حنا كاختصاصيين نقص الوزن 3 كيلو في الشهر حتى 4 هو الماكسيموم، لان الا غادي نقصوه بواحد 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 الصفه يعني سريعه، واحد الوتيره سريعه، فهنا كنأثروا على الصحه ديالنا وكنأثروا على بزاف ديال الحوايج. اذا اكثر ما كنضروا راسنا اكثر من اننا كنرجعوا لواحد الوزن عادي ووزن مولاي. واخا ولكن اسمح لي غادي ناصر شويه، جبي انسيستي دكتور عماد. منى شرات هذه الماده وسمعت المنافع ديالها عندنا في البرنامج، من حقها اليوم السؤال ديالها هو كيفاش تستعملها خلال شهر الصيام، وكان السؤال ديالي واش كتساعد على حرق الدهون ماده الكلوروفيل. الكلوروفيل كتعاون على حرق الدهون، ولكن ما غاديش تنقصنا
الوزن سريعا غير باش نتفاهموا. مساله اخرى ان طريقه استعمال كما قلت اختي سناء المكملات الغذائيه كل شركه وكتصايب مكملات غذائيه وكتعطي المده ديال الاستعمال ديالها. اذا كاين شركه مثلا اللي كتقول لك غتاخذ جوج حبات، كاين شركه اللي كتقول لك غتاخذ ثلاثه ديال الحبات على حسب لو دوزاج وعلى حسب المكونات اللي دايره. مع الصيام عموما كيفاش غادي تستعمل هاد لي كومبليمون اليمونتير؟ يتستعملوا نص ساعه بعد الفطور ونص ساعه بعد العشاء مثلا، ولا مثلا الا كانوا جوج وجبات غادي نستعملوهم نص ساعه بعد الفطور، نتسنى واحد شويه حتى تفوت واحد ثلاثه ديال السوايع وقبل ما يتسحر الانسان ياخذ هاد المكمل هذا الا كانوا غيستعملوا ثلاثه المرات. كنشكروا كل من تواصل معنا، ولكن طبعا ما غاديش نقدروا ناخذوا اسئله اخرى، ولكن انا في بلاصتكم مستمعينا غادي نعاود نرجع للاسئله. مشكل الناس اللي يلغوت يعني كيتقرعوا مع الصيام وخاصه في العشرة ايام الاولى، الصيام لساعات طويله اللي كتولد عليه افرازات حمض. شنو النصيحه ديالك دكتور عماد؟ فهنا غادي نعطيو وصفه اللي غادي نتهناو منها من المشاكل الجهاز الهضمي، لان الا هضرنا على هاد الغازات اللي كتنبعث يا من الفم يا الغازات اللي كتعطينا الانتفاخ يا الحاله ديال المعده ديالنا، فنلخصوها في وصفه بسيطه ديال الجهاز الهضمي. الماده اللي كنهضر عليها بزاف اللي هي الخروب، اذا غناخذوا الخروب مطحون اللي فيه الكولاجين الطبيعي اللي كيخفف لنا هاد الغازات وكيحمي لنا الجهاز الهضمي ديالنا. غادي ناخذوا النبق حتى هو من المكونات المهمه، والنافع لانيس اللي فيه لانيتول. اذا الخروب مطحون، النبق مطحون، النافع مطحون، نص رابعه من كل حاجه، لان احنا غادي نصايبو على حسب الشهر الكريم، يعني ربعه صغيره. ربعه صغيره 125 غرام. اذا غنخلطوهم نغربلوهم في الغربه الرقيق حتى تولي عندنا غربه موسلين كنقولوا احنا رطبه، يعني حيت غادي ناخذوها غنسفوها. كناخذوا معلقه صغيره من هذا المحلول هذا نص ساعة بعد وجبة الإفطار. بغينا نهيئوا راسنا قبل الشهر المبارك، هذا هو هدفنا اليوم. إذن غادي يعني يبداو هذه الوصفة مثلا من غدا. نعم. غادي شحال مرة يستعملوها؟ إذن غادي ياخذوا نص ساعة بعد الوجبة ديال الغدا فقط. أي مرة في اليوم. معلقة صغيرة ياخذوها ويشربوها مع الماء. تشرب مع كاس د الماء. نعم. تقدر تشرب مع كاس د أتاي؟ الماء حسن. غادي نعاود نرجع لك الأتاي. إذا معلقة صغيرة تشربوها مرة في اليوم بعد وجبة الغذاء، داوموا على هذه المسألة. حتى يدخل شهر رمضان. منين يدخل شهر رمضان؟ بعد الفطور، ناخذوها بعد الفطور، يعني نص ساعة دائما. بعد الفطور ولا ساعة بعد الفطور وكنداوموا عليها، فغادي تعطينا إفادة. لأن الخروب والنبق والنافع كلهم مواد اللي شنو كتسف ذاك الغازات، كتسف لنا الغازات، كتوزن لنا الافرازات ديال المعده كلوريدريك، وكتحافظ لنا على الجهاز الهضمي كله كيبقى مرتاح. حنا اليوم غادي نقدموا ايضا في برنامجكم حديث ومغزل واحد الوصفه جديده اللي هي وصفه الرايب، وكنعرفوا الرايب يعني مطلوب مرغوب. علاش؟ لانه كاين اللي كيبغي يتسحر به، كاين اللي ضروري خصو يدخل الحليب والمشتقات الحليب. شنو هي هذه الوصفه السحريه ديالك دكتور عماد؟ فاهم حاجه، حنا غنبقاو ديما في الطبيعه وفي البيو، نستعملوا الحليب ديال البقر لانه هو اللي كيصدق فيه هذا الحليب. يعني الحليب ديال العبار؟ الحليب ديال العبار ولا ديال البقر، يعني راه كاينين، كاينين الحمد لله. يعني الحليب المبستر ما يصلحش لهذه الوصفه، لانه مبستر باستوريزي، لانه ميتين فيه البكتيريا. واخا. فهذا شنو علاش غنستافدوا؟ غنستافدوا يلا الا عندكم شي واحد عنده شي بقيره ولا شي نعيجه نخدموهم شويه اختصارا. كيفاش غيتعقم هذا الحليب؟ كناخذوا هذا الحليب ديال البقر اللي كنسخنوه، يعني او كنخليوه يفيض فوق العافيه، يعني كنفيضوه ديجا ملي كنفيضوه كاين راه هو كيتعقم. كنزيدوا كناخذوا اذا غناخذوا نكتبوا بعدا المقادير، ناخذوا يطرو ديال الحليب ديال البقر، وغادي ناخذوا خمسه ديال المعالق كبار ديال الشعر ديال القوق، ومن الاحسن يكون القوق البلدي. إذا هنا بحال نياق القوق كنسميوها نياق القوق، يعني باش غتريبوا الحليب ديالكم. هذه وصفة بلدية تقليدية محضة. أكيد. شنو فيه القوق؟ فيها والشعر ديال القوق خاصة البلدي كتكون مركزة فيه مادة لاسيغيتين، هي اللي كتعطي واحد المرورة ملي كناكلوا القوق كتبع لنا ديك المرورة، وكنلاحظوا أن القوق البلدي فيه المرورة طالعة أكثر، دونك هاد لاسيغيتين مركزة أكثر. وهذا وقت القوق يعني غيلقاو نياق البلد. وهذيك المادة هي اللي كتعطينا ليفي ديال الفلون. هي اللي كتجمع لنا دوك لي موليكول ديال البروتينات اللي عندنا في الحليب وكتعطينا هاد ليفي ديال الفلون. علاش المبستر؟ لا، لان المبستر كيكونوا البروتينات تخيطي، ما كيكونوش على الطبيعه ديالهم، دونك ما كتصدقش هاد العمليه هادي. اذا كنفيضوا داك ليترو ديال الحليب حتى كيفيض مزيان، كناخذوا نص كاس صغير ديالو كنخلطوا فيهم هادوك الشعيرات ديال القوق حتى كيتخلطوا مزيان، كنخليهم واحد 10 ديال الدقائق. ولكن داك الحليب اللي عندنا سخون كنزيدوا فيه معلقه صغيره ديال الزعتر
ومعلقه صغيره ديال البابونج ومعلقه صغيره ديال الزعتره. الزعتر والزعتره والبابونج معلقه صغيره من كل عشبه. اكيد لان داك لوتيمول ملي كيدخل يعني ملي كيتفاعل لينا مع داك البروتينات ديال الحليب كيعطينا واحد المركب جميل اللي كيحافظ لنا على المعده ديالنا، وهكا الناس ما نحرموهمش من الرايب في رمضان. هذاك الرايب هذاك الكاس اللي خلينا مع الوريقات ديال القوق كنخويوه في ذاك الخليط اللي خوينا فيه هذه المواد هذه وكنخلطوا الخليط، من بعد كنخويوه في كويسات يتصفى في كويسات وكنحطوه في واحد البلايصه اللي كنغطيو، وراه كيعرفوا الطريقه كيفاش كنغطيو الرايب. وهذا الشعر او النياق ديال القوق راه كيدار في زيف حياتي، كيدار كميسه داخل الحليب باش كتفادى الا انه ديك الشعر كيطيح لك في الحليب وغادي يصعب عليك تصفيه. هذا الرايب شحال صالح المده ديال الصلاحيه ديالو؟ فهو الا خليناه في الثلاجه غادي يبقى لنا سبع ايام اسبوع فقط. نعم. وهذه الوصفه تكال مره يعني كاس او زليفه الرايب في اليوم، كاس صغير حتى لجوج كيسان. كاينه شي طريقه اللي منصوح بها اكثر الاستفاده؟ الاستفاده فهي ناخذ كما قلنا تفوت ساعه ديال الماكله ولا مثلا نقدروا نبداو به هو الاول الوجبه. علاش؟ لان في رمضان شنو به فرق الانسان الصيام ديالو؟ يعني ياخذ تمره شويه الماء شويه الحليب وياخذ هذا. وانا من الناس اللي كنفضل ناخذ هذه المواد اللي كتكون رايبه وناخذ اللبن على الحليب، لان كيكون فيهم البيفيدوباكتيري طالعين والتركيز ديالهم طالع، وكنعرفوا المناعه كيفاش كترتفع المناعه بهذه البيفيدوباكتيري، وكتستافد الدهس اكثر من هذا.